أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، نقدم لكم درساً جديداً من دروس اللغة العربية في كتاب الصف الأول الأساسي العربية لغتي. يشاركني في هذا الدرس مجموعة من التلاميذ، نتعرف إليهم. ما اسمك يا صغيرتي؟ أنا اسمي ليان نقاشة. أهلاً بك يا ليان، ما اسمك يا صغيري؟ أنا اسمي يمان عمر رفاعي. أهلاً بك يا يمان، ما اسمك يا صغيرتي؟ أنا اسمي شاهد رضوان اللحام. أهلاً بك يا شاهد، وأنت يا صغيري؟ أنا اسمي عمر الشبلي. أهلاً بك يا عمر. أحبائي، في الدرس الماضي أخذنا درساً حاسوب. عن من يذكرني؟ تفضل يا يمان. عن الحاسوب. الحاسوب، سأثبت البطاقة على السبورة. الآن تعالوا معاً ننشد أغنية الحاسوب. الحاسوب عندي حاسوب ماهر، مع الحركة مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالذرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. أحسنتم يا أحبائي، الآن سنقرأ هذا الدرس، سنقرأ الأنشودة. الحاسوب، استمعوا جيدا إلى قراءتي. لدي هنا طفل صغير يحب القراءة. القراءة تزودنا بالمعلومات دائما. سأعلقه هنا لكي يتابع معنا الدرس. هل أحببتموه؟ نعم. والآن سأقرأ لكم الدرس، أرجو منكم الانتباه جيدا. الحاسوب، عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. الآن من يقرأ؟ تفضل يا يمان. الحاسوب، عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. بارك الله بك يا بطل، أحسنت. تفضل يا عمر. الحاسوب، عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقل زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ونافع. أحسنت يا بطل، شكرا لك. تفضل يا ليان. الحاسوب، عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. ممتازة، وفقك الله. وأنت يا شهد، تفضلي اقرأي. الحاسوب، عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. أحسنت، شكرا لك يا غالية، أحسنت وفقك الله. الآن وبشكل جماعي لآخر مرة، تعالوا نردد الأنشودة معا مع إيماءات الجسد واليدين والحركات. واحد، اثنان. الحاسوب، عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. أحسنتم يا أحبائي، الآن نفتح الكتب على الصفحة 152 على هذه الصفحة. انتبهوا جيدا لي لو سمحتم، سأقرأ كل جملة مرتبطة بالبطاقة أو بالصورة الخاصة بها. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر، بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهوى حاسوب الرائع، فيه علم ومنافع. الآن الصورة الأولى، اقرأي يا ليان الجمل المرتبطة بالصورة الأولى لو سمحتي.
عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. أعيدي بصوت قوي وواضح. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. أحسنتي، وفقك الله. الآن اقرأ الصورة الأولى مع الجمل المرتبطة بها يا يمان. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. رائع، أحسنت. وأنت يا شهد اقرأ الجمل الأولى مع الصورة المرتبطة بها. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. شكرا لك، أحسنت. تفضل يا عمر اقرأ. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. أحسنت يا رائع، وفقك الله. الآن ننتقل إلى الصورة الثانية. تفضل يا ليان اقرأ. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. شكرا، أحسنت، كالدرة. الآن دورك يا يمان. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. كالدرة، أحسنت يا بطل. وأنت يا شهد تفضلي. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أحسنت، بارك الله بك. وأنت يا عمر قرب الكتاب منك قليلا. نعم اقرأ. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أحسنت يا بطل. ننتقل إلى الصورة الأخيرة. تفضل يا ليان. أهو حاسوبي الرائع فيه علم ومنافع. أحسنت، شكرا لك. يمان بصوت قوي وواضح. أهو حاسوبي الرائع فيه علم ومنافع. بارك الله بك، أحسنت. وأنت يا شهد. أهو حاسوبي الرائع فيه علم ومنافع. ممتاز، وفقك الله. تفضل يا عمر. أهو حاسوبي رائع فيه علم ونافع. رائع جدا. الآن اقرأي الأنشودة كاملة يا ليان، تفضل. عندي حاسوب، لو سمحتي من العنوان. الحاسوب. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهو حاسوب رائع فيه علم ومنافع. أحسنت ليان، شكرا لك. تفضل يا يمان اقرأ من العنوان. الحاسوب. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهو حاسوب رائع فيه علم ومنافع. أحسنت يا يمان. يمان قل كالدر. كالدر، أحسنت، وفقك الله. تفضل يا شهد. الحاسوب. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهو حاسوب رائع فيه علم ومنافع. أحسنت يا غالية، وفقك الله. تفضل يا عمر. الحاسوب. عندي حاسوب ماهر يدهشني مثل الساحر. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أهو حاسوب رائع فيه علم ومنافع. أحسنتم جميعا، شكرا لكم على هذه القراءة السليمة والصحيحة. الآن أحبائي انتبهوا لي جيدا، سأعرض عليكم شيئا. هذا الشيء الفأرة، وهذا الشيء الفأرة. الآن سنحدد معنا كل مما في يدي برفع الأيدي، برفع اليد. تفضل يا من. فأرة. ما هذه؟ فأرة. إنها فأرة. إذن إنها فأرة. إجابة كاملة. إذن إنها إنها فأرة. إنها فأرة. وأنت يا شهد ما هذه؟ إنها فأرة الحاسوب. فأرة الحاسوب. الآن سنحدد المعنى، سنحدد المعنى، ما التشابه وما الاختلاف. أعاون زملائي على تحديد معنى كلمة فأرة وفق ما وردت في الأنشودة. لحظة، سوف أوزعكم إلى مجموعتين، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. ليان ويمان المجموعة رقم واحد، شهد وعمر المجموعة رقم اثنان. أريد أن تفكروا قليلا بأوجه التشابه والاختلاف. فكروا قليلا، أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الفأرة وهذه الفأرة. فكروا. الفأرة بس هدول في اختلاف بالشكل. الآن انتهى وقت التفكير. سنبدأ. أطلب من ليان
أن تقول لي وفق ما فكرت في مجموعتها، ما التشابه بين الفأرة الأولى والفأرة الثانية؟ ما التشابه؟ نعم، الفأرة الحيوان. التشابه، أريد التشابه. ما التشابه بين الفأرة الأولى والفأرة الثانية؟ كلاهما لديه نفس الاسم. كلاهما لديه نفس الاسم، أحسنت يا رائعة، وفقك الله. إذن كلاهما لديه نفس الاسم، إذن هنا فأرة. الآن الاختلاف، تفضلي يا شهد، ما الاختلاف؟ ما هذه الفأرة؟ هذه فأرة الحاسوب. فأرة الحاسوب، أي أنها جزء من الحاسوب. جزء من الحاسوب. الآن هذه الفأرة، هذه الفأرة نوع من الحيوان الأليف. نوع من أنواع الحيوانات وليس حيوان أليف. إذن هي نوع من أنواع الحيوانات، أحسنتم. إذن سنرى الآن كلاهما اسمه فأرة، وسنرى الاختلاف أيضا. الفأرة الأولى هي أحد أجزاء الحاسوب، والفأرة الثانية هي أحد الحيوانات. هل هذه الفأرة تأكل وتشرب وتركض؟ لا. لا لا، إنها لا تركض. ولكن هل هذه الفأرة نستطيع أن نستخدمها للحاسوب؟ لا. إذن لا نستطيع. إذن هنا حددنا المعنى بين الفرق بين الفأرة الأولى والفأرة الثانية. الآن سنتفق على أمر. أغلق الكتب قليلا، سأوزع عليكم مجموعة من الأشياء. سيتم التوزيع على ليان. ليان، سأعطيك هذه الأشياء وأنت بعد قليل ستسمي ما الأشياء التي أعطيتك إياها. ننتقل لعمر. عمر، سأعطيك هذه الأشياء، تفضل يا عمر. سأعطي كل من يمان وشهد هذه البطاقة. عندما يكون، سنتفق، عندما يكون الجزء هو أحد أجزاء الحاسوب ستظهرون هذا الوجه المبتسم. صح. وعندما الوجه المبتسم وليس صح. إذن عندما يكون الجزء هو أحد أجزاء الحاسوب سنظهر الوجه المبتسم، وعندما يكون الجزء لا يرتبط بالحاسوب سنظهر الصح. أنتم هنا لجنة التحكيم. ليان وعمر، كل جزء سوف تعرضونه سوف تقومون بتسميته. نبدأ. ليان، أعرضي الجزء الذي معك. سمعت أذن. لو سمحتي أمسكيها، قومي بمسكها بيدك وتسميتها. نعم. سمعت أذن. سمعت أذن، ضعيها على أذنيك. إنها لماذا؟ لماذا نستخدمها؟ لأي جهاز؟ نعم، الحاسوب. نستخدمها للحاسوب. أي وجه، أي قسم سوف تعرضون؟ أحسنتي يا شهد، وأنت يا يمان. إذا كانت تتصل الحاسوب نعرض الوجه المبتسم. ماذا ستعرض؟ الوجه المبتسم. طيب، الآن ننتقل إلى شيء معك يا عمر. أعرض الشيء الذي معك، ما هذا؟ سماعات طبيب. سماعات طبيب، ضعها على أذنيك وقم بفحص المريض. هل يوجد مريض؟ أنا مريضة الآن، مريضة الآن، سنتخيل ذلك وستقوم بفحصي. نعم، الآن إذا كانت سماعة طبيب نعرض الصح، نعرض إشارة الصح. هيا يا يمان، أحسنت يا شهد وأحسنت يا يمان. الآن أعرضي الأشياء التي أعطيتك إياها. ممحاط. ممحاط وماذا مع بعضهم؟ وقلم. وقلم وأيضا مسطرة. أمسكيها بيدك لو سمحتي. نعم، إذن ممحاط وقلم ومسطرة. ماذا نضع؟ وجه مبتسم. أحسنت شهد وأنت يا يمان، أحسنتما. الآن ننتقل للشيء الأخير الذي معك. ماذا يوجد معك؟ فأرة. فأرة الحاسوب. فأرة الحاسوب، ماذا نعرض؟ الوجه المبتسم، أحسنت شهد. يمان، الوجه المبتسم. شكرا لكم، صفقة قوية لكم جميعا. الآن الحاسوب أدل بإشارة صح على الأشياء التي لا تتعلق بالحاسوب. عمر، ما هذا؟ فأرة. فأرة، هل تتعلق بالحاسوب؟ نعم. إذن لا نضع صح. ما هذه يا شهد؟ الشاشة. هل تتعلق بالحاسوب؟ نعم. إذن لا نضع صح، أحسنتي. ما هذه يا يمان؟
السماعات. سماعات ماذا؟ الحاسوب. الحاسوب، هل تتعلق بالحاسوب؟ نعم. إذا لا نضع صح، ننتقل إلى هنا. ما هذه يا ليان؟ سماعات الطبيب. سماعات الطبيب، هل تتعلق بالحاسوب؟ لا لا، إذا نضع إشارة صح. الآن نعود لك يا عمر. عمر، سمي لي هذه الأشياء. ممحاق، قلم، مسطرة. من يستخدم الممحات والقلم والمسطرة؟ نعم، من يستخدمها؟ الإنسان. من الأشخاص يستخدمها؟ التلميذ. التلميذ، أحسنت، والمعلم. شكرا لكم. هل ترتبط بالحاسوب؟ لا لا، إذا نضع إشارة صح. بقي هنا هذه اللوحة، ماذا نسميها؟ لوحة المفاتيح. لوحة المفاتيح أو الأزرار. أو لوحة الأزرار، أحسنتما. إذا هل لوحة المفاتيح هي أحد أجزاء الحاسوب؟ نعم. أحسنتم، إذا لا نضع إشارة صح. شكرا لكم. سآخذ الأدوات منكم بشكل سريع. أريد أن أسمع منكم جميعا صفقة قوية لكم، منكم وإليكم. أحسنتم. الآن ننتقل للسؤال التالي. التقيت بسائق القطار وقال لي أن هناك مسافرون يجب أن يذهبوا في رحلة، ولكن وقعوا في مشكلة. إن عربات القطار غير مرتبة. فقلت له: لا عليك يا سائق القطار، دائما لدينا فريق الصف الأول جاهز للمساعدة. هل أنتم جاهزون؟ نعم جاهزون للمساعدة. أنتم رائعون جدا. سأقوم أيضا بالتوزيع مجموعة أولى رقم 1 ومجموعة رقم 2. سأعطيكم بطاقات غير مرتبة وأنتم ستقومون بترتيبها. هي غير مرتبة. المجموعة الأولى قوموا بترتيبها. المجموعة الثانية، هذه بطاقات غير مرتبة ولا أعرف محتواها، قوموا بترتيبها. يعني قولوا لي ما هي البطاقة الأولى وما هي البطاقة الثانية. لديكم وقت للتفكير. سأعد للخمسة لينتهي وقت التفكير. 1، 2، 3، 4، 5. بدأنا. المجموعة الأولى، ما هي الجملة الأولى؟ يعني يجب أن نمسكها بالترتيب. لن أمسكي الجملة الأولى. نعم، اقرأي يا ليان. بيدي أنقر زر الفأرة. اعرضي البطاقة. أحسنتي يا ليان. وأنت يا بيدي أنقر. اقرأ. فتضيء الشاشة كالدرة. فتضيء الشاشة كالدرة. الآن ليان اقرأي الجملتين معا. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. أحسنتي. وأنت يا يمان اقرأ البطاقتين معا. بيدي أنقر زر الفأرة فتضيء الشاشة كالدرة. كالدرة، أحسنت، لا نلفظ اللام هنا. أحسنت يا بطل. الآن ننتقل للمجموعة الثانية. ضعوا البطاقات. أحسنتما، رائع جدا. الآن شهد، اقرأي. فيه علم ومنافع. وأنت يا عمر؟ أهو حاسوب رائع. رتبوها بشكل سريع. أحسنت يا عمر، بدل بشكل سريع. أحسنت. الآن اقرأي يا شهد. أهو حاسوب رائع. أكملي. فيه علم ومنافع. وأنت يا عمر؟ أحسنت يا غالية. أهو حاسوب رائع فيه علم ومنافع. لا، نريد أن نقرأ بشكل بطيء. اقرأ. أهو حاسوب رائع فيه علم ومنافع. أحسنت يا بطل. الآن إذا بدأنا نرتب هذه البطاقات كما قمتم بترتيبها. انظروا إلى الشاشة، تعالوا نقرأ. اقرأ الجملة الأولى. بيدي أنقر زر الفأرة. أحسنت، اقرأ يا يمان. فتضيء الشاشة كالدرة. كالدرة، لا نلفظ اللام. أحسنت، تفضلي. أهو حاسوب رائع. أحسنت. وأنت يا عمر؟ فيه علم ومنافع. رائع جدا، أنتم رائعون، أحسنتم. الآن سأخذ منكم هذه البطاقات المرتبة. قولوا لسائق القطار: هيا اذهب في رحلتك. هيا اذهب في رحلتك. مع السلامة. مع السلامة. سيذهب الآن في رحلته. لننتقل إلى السؤال التالي. ياي. الآن انظروا ماذا يوجد بيدي. ياي.
عصفور. من يقلد صوت العصفور؟ نعم يا سهل. صو صو صو. رائع جدا وجميل. الآن لدي هذا العصفور، سأضعه. انظروا أين أين وضعت العصفور؟ بالقفص. أين وضعت العصفور؟ نعم في القفص. هذا ليس قفص. أين وضعت العصفور؟ هنا في العلبة. في العلبة أو في الصندوق. الصندوق، أحسنتي. إذن العصفور داخل الصندوق. قولي العصفور داخل الصندوق. الآن أين يوجد العصفور الآن؟ خارج الصندوق. داخل الصندوق، العصفور داخل الصندوق، ضد أو عكس العصفور خارج الصندوق. الآن سأعطيكم شيء وأنتم ستقولون لي الضد أو العكس. الآن سأشعل هذه الشمعة. ما هذه الآن؟ شمعة مضاءة. شمعة مضاءة، أحسنت يا سهد. الآن انفخي عليها يا ليان. الآن ما هذه؟ شمعة مطفأة. شمعة مطفأة، إذن الآن أصبحت مطفأة. من يقول لي الضدين في هاتين الجملتين؟ نعم يا سهد. الضد هذه مشعلة وهذه مطفأة. أحسنت، وفقك الله. الآن سنربط كل كلمة أو كل معنى بضده. عصفور، من يقول لي جملة عن هذه الصورة؟ نعم يا عمر. العصفور داخل القفص، العصفور خارج القفص. أحسنت، وفقك الله. نعم يا يمان. الشمعة ضاوئة. مضاءة؟ مضاءة. الشمعة مطفئة. مطفئة، أحسنت، وفقك الله. شكرا لك. الآن ننتقل للسؤال التالي. أطلب من يمان وشهد أن يغمضا عينيهما بشكل جيد. شايفة شي شهد؟ الآن الصبيان يمان أبقي عينيك مغلقة. الآن بيديك، هل هذا الحاسوب حقيقي أم لعبة؟ هذا حقيقي. لا لا أمسك. لعبة. نعم لعبة. لعبة. طيب هذا الحاسوب حقيقي؟ المسه جيدا. حقيقي. حقيقي. هل أجاب إجابة صحيحة؟ صح. صحيح. الآن ننتقل لك يا شهد. شهد أغمضي عينيك جيدا جيدا. شهد ركزي. شهد هذا الحاسوب حاولي أن تلمسي، هل هو حقيقي أم لعبة؟ حقيقي. حقيقي. طيب هذا الآن إنه لعبة. إنه لعبة، أحسنت. لقد نجحتما في هذا الاختبار. نعم افتحي، انظري إليها بس. حلو. هل أعجبكم؟ صح. إنه لعبة. تفضلي. شكرا لك. الآن أحوط الحاسوب الحقيقي فيما يأتي. هل هذا الحاسوب حقيقي أم لعبة؟ برفع الإصبع يا يمان. نعم نعم إنه حقيقي. إنه حاسوب حقيقي، أحسنت. وأنت يا ليان، هل هذا الحاسوب حقيقي أم لعبة؟ إنه لعبة. إنه لعبة، أحسنت، شكرا لك. الآن ننتقل للسؤال التالي. أحدث زملائي في المجموعة عن الفروق بين الحاسوب والتلفاز مستعينا بالصور. سأعطي ليان سهما. ليان البداية، ماذا تحبي أن تمثلي، دور الحاسوب أم دور التلفاز؟ حاسوب. الحاسوب، أنت حاسوب. سأضع أمامك سهم. عندما تتحدثين عن نفسك أي عن الحاسوب، بعد أن تنتهي ستوجه السهم إلى أي صديق من أصدقائك لكي يمثل هو دور التلفاز. ابدأي بالحديث عن الحاسوب. أنت الآن حاسوب. ما اسمك؟ أنا الحاسوب. أنا الحاسوب، هذا جميل جدا. بماذا نستخدمك أيها الحاسوب؟ بالمتعة والقراءة والتعلم والرسم. نعم جميل جدا. طيب ما هي أجزاؤك؟ المعالج والشاشة. نعم. لوحة الأزرار أو المفاتيح. أنت جميل جدا أيها الحاسوب. هل أعجبكم هذا الحاسوب؟ نعم أعجبني. نعم إنه رائع. الآن امسكي السهم ووجهي على أي صديق لكي يلعب دور التلفاز. شهد، لقد اختارت شهد. شهد ما اسمك يا شهد؟
أنا التلفاز. أنا التلفاز. ما هي أقسامك أيها التلفاز؟ أتكون أنا التلفاز أتكون من الشاشة وجهاز التحكم. جهاز التحكم والشاشة، هذا رائع جدا. ولكن أيها التلفاز، بماذا نستطيع أن نستخدمك؟ أريكم الصور. ترينا الصور أيضا؟ نعم يا مام. بماذا نستطيع أن نستخدم الحاسوب التلفاز عفوا؟ بالصور، بالأخبار، وبالأفلام كرتون. نستطيع أن نرى الأخبار وبرامج الأطفال. أحسنت وأحسنت يا شهد. وأنت يا عمر، بماذا نستخدم أيضا؟ أعطني استخدام إما للحاسوب أو للتلفاز. نعم، الحاسوب يعطينا المعلومات. يعطينا المعلومات، هذا رائع جدا. أحسنتم أحسنتم. الآن ننتقل إلى السؤال التالي. أحاور زميلي حول الصورتين الآتيتين بلغة سليمة وصوت واضح. نبدأ مع ليان ويمان. أريد أن تتحاورا بصوت واضح لكي توضحا لنا عن هاتين الصورتين. تفضلا، تكلمي مع يمان عن هذه الصورة. اشرحي له عن هذه الصورة. إنها تجلس بشكل صحي وسليم. بصوت قوي لو سمحتي. إنها تجلس بشكل صحي وسليم. نعم. ما فوائدها؟ تحمي الظهر والنظر. والنظر، أحسنتي. الآن ننتقل، شكرا لكما، أحسنتما. ننتقل للمجموعة الثانية، شهد وعمر. تحدثا عن، اختارا صورة وتحدثا عنها. تحدث كل من ليان ويمان عن هذه الصورة. هل نستطيع التحدث عن هذه لو سمحتما؟ نعم تفضلا، بصوت قوي وواضح وسليم. إنها تجلس بشكل خاطئ، غير صحي. وغير صحي. شهد، سأليه عن الأضرار. ما هي الأضرار في هذه الجلسة؟ الضرر في العمود الفقري والظهر والنظر. أحسنتما، رائع جدا. صفقة منكم وإليكم جميعا، أحسنتم، رائع جدا. الآن سنلعب لعبة صغيرة. لدي هنا حاسوب محمول حقيقي، لا أعرف إن كان حقيقي. أنا بصراحة الآن اختار أيهما الحقيقي وأيهما اللعبة. عندما أرفع حاسوب اللعبة ستصفقون صفقة واحدة، عندما أرفع الحاسوب الحقيقي ستصفقون ثلاث صفقات. واحد، اثنان، ثلاثة. لنبدأ. إذن حاسوب اللعبة صفقة واحدة، الحاسوب الحقيقي ثلاث صفقات. فلنبدأ. أحسنتم. الآن هذه كم صفقة؟ واحدة. أريد أن أسمعها معا. واحدة. أريد إذن أن أسمع الصفقة معا. جميل جدا، شكرا لكم أحبائي. سأوزع عليكم هذه التيجان لأنكم تستحقون ولأنكم شاركتم بشكل جميل ورائع. شكرا لك يا ملكتي الجميلة. ليان، شكرا لك يا يمان الرائع. يمان سأعطيك من هذا التاج، ما رأيك؟ شكرا لكم على التفاعل والمشاركة الرائعة. هل أحببتم الدرس؟ نعم. بينما أوزع هذه التيجان تعالوا نغني الحاسوب. قولوا عنوان الدرس. الحاسوب. عندي حاسوب ماهر يجري مثل الساحر. شكرا يا يمان. بيدي أنقر زر الفأرة تضيء الشاشة كل ذرة. أهوى حاسوب رائع فيه علم ومنافع. طبعا شكرا لأنكم بالغناء مع الحركات الرائعة والمعبرة عن هذه الأنشودة. الآن ننتقل إلى الملك الأخير عمر. عمر الرائع، شكرا لكم أحبائي التلاميذ. شكرا لكم على التفاعل والمشاركة. شكرا للفضائية التربوية السورية. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نلقاكم في درس آخر. إلى اللقاء مني ومن تلاميذي. قولوا إلى اللقاء. إلى اللقاء ومع السلامة.